Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem first of its of America. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذه المواكبة لمودية المنتخب المغربي الذي يلاقي اليوم المنتخب الكوري الجنوبي. هكذا وقع الاختيار من طرف القائمين على الشان الكروي المغربي هنا. التجربة هذه المجموعة وخوض تجربة أمام المنتخب الكوري الجنوبي. مشاهدينا الكرام المنتخب الذي تأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم منذ أسابيع قليلة، كوريا الجنوبية التي احتلت المركز الثاني خلف المنتخب الإيراني، نعم، لتلتحق باليابان والسعودية الرباعي الذي تأهل بشكل مباشر لنهائيات كأس العالم، بينما المنتخب المغربي يقرب البعيد، تفصيل نقطة وحيدة حسابية ليكون حاضرا في الكأس العالمية القادمة بروسيا إن شاء الله طبعا الصيف القادم، بعد الأداء الكبير والأداء المقنع للمنتخب المغربي أمام نظير الغابوني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. مشاهدي الكرام هذه المباراة لم تكن مبرمجة في الأساس على اعتبار طبعا اعتذار إحدى المنتخبات، وهو ما جعل الاتحاد الكوري لكرة القدم أن يقترح إجراء مباراة ودية أمام نظيره المغربي، وهو ما طبعا قبله الاتحاد المغربي بخوض هذه التجربة بالفعل، لأنه مر زمن طويل لم يلعب فيه المنتخب المغربي أمام منتخب آسيوي. هذه تدخل ضمن التجارب طبعا النخبة المغربية والمدرب إيرفي رونار الرجل السعيد بما تحقق في الآونة الأخيرة، وخاصة الانتصار الكبير والمقنع بمركب محمد الخامس لمدينة الدار البيضاء. Mesdames et Messieurs, nous vous prions d'observer une minute de silence en mémoire de M. Juan Hyde Park, FC Head Coach Cho Chin-ho, décédé hier.
إذا جدد الترحاب بكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بيان سبورتس ضمن هذه المتابعة المباشرة لمباراة المغرب وكوريا الجنوبية ضمن تحضيرات المنتخبين لمنتخب المغرب الذي يعد العدة لمباراة الفاصلة ومباراة الحاسمة ومباراة العمر مباراة الحلم التأهل لكأس العالم أمام ساحل العاج رسميا اللقاء الذي سيجرى يوم 11 من الشهر القادم هناك بأبيجان تحت قيادة هذا الرجل إيرفيرونار. بينما المنتخب الكوري الجنوبي الذي يحضر من الآن لنهائيات كأس العالم صيف السنة القادمة في انتظار التعرف على المنتخبات التي سيواجهها في نهائيات كأس العالم تحت قيادة هذا الرجل تشين تايون. كما كان متوقع إيرفيرونار اليوم يقوم بمجموعة من التغييرات مقاتل مع تشكيلة دي لعبة المباراة أمام الغابون تقريبا تغييرات في كل المراكز. أعطيكم تشكيل النخبة المغربية الاعتماد على ياسين بونو في حرس المرمى فؤاد شفيق بدر بنون جواد اليميق محمد النهيري أمين حارث فيصل فجر أسامة طنان إسماعيل الحداد وميمون ماحي. طبعا تغيير كلي 100% مقاتل مع تشكيلة دي فاز بمباراة الغابون 3-0. بالمقابل المنتخب الكوري الجنوبي الذي يقوده المدرب تشين تاي يونغ يختار الأسماء التالية: كيم جي هيون على مستوى الحراسة، كيم كي هي رقم 4، ريم تشانغ وو رقم 3، سونغ جو هون رقم 14، كي سونغ يونغ رقم 16، لي يونغ رقم 17، سونغ هون مين 7، يانغ هون سو رقم 20، نام تاي رقم 10، كيم بو كون رقم 8، جي كون دوان رقم 11. هذه اختيارات إذن المدرب شين تايونغ. حاولت قدر الإمكان أن أنطق الأسماء الكورية الجنوبية بالشكل الصحيح مشاهدينا الكرام. هذا هو اللاعب يوسف أيت بن ناصر من الأسماء الحاضرة مشاهدي الكرام في تشكيلة اليوم والذي سيتواجد إلى جانب فيصل فجر على مستوى وسط الميدان الدفاعي. سنتعرف على طريقة تمركز لاعبي المنتخب المغربي لأن هناك اختلاف كلي على مستوى الأسماء مقارنة مع اللقاء السابق أمام المنتخب الغابوني. لا حديث في الآونة الأخيرة إلا عن المباراة الأكثر من رائعة التي قدمها المنتخب المغربي يوم السبت الماضي بمركب محمد الخامس. أداء مبهر وأداء اللي ابتهج له الكل من شاهد المباراة والكل أيقن بأن المنتخب المغربي يسير في الطريق الصحيح نحو التأهل إلى مونديال روسيا 2018. دعونا نتابع هذه الكرة الجانبية لفائدة المنتخب الكوري الجنوبي مرفوعة داخل منطقة الجزاء متابعة براسية من جانب اللاعب فؤاد شفيق المدافع المتواجد في الدوري الفرنسي وتحديدا مع نادي ديجون. تلاحظون بأن معظم الأسماء المتواجدة اليوم يتحضر في مختلف الدوريات الأوروبية ولكن أيضا للاعب المحلي مكان في المنتخب المغربي. للاعب المحلي مكان في المنتخب المغربي اليوم وجود 4 لاعبين ينشطون في البطولة الوطنية. الحديث عن ثنائي الرجاء الرياضي بدر بنون وجواد يميق والحديث عن ثنائي الوداد البيضاوي. بينما لدينا كرة لإسماعيل الحداد التسديد بعد ذلك تتحول مباشرة إلى رمية جانبية لفائدة المنتخب المغربي. أول هجمة مغربية بقدم ودادي إسماعيل الحداد في سلم هذه الكرة يسدد ولكن الدفاع يتدخل بعد ذلك مباشرة تتحول إلى بالفعل رمية جانبية. الصورة أمامنا ميمون ماحي في ثاني حضور مع المنتخب المغربي وسبق أن خال بعض الدقائق في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين المغربي والهولندي في مدينة أكادير. هو الحضور الثاني للاعب ميمون ماحي مهاجم نادي غرونينغان هناك في دوري الإيردفيزي. تصل الكرة مباشرة للجهة اليسرى بدر بنون يحولها سريعا للنهيري والمرور الجميل من إسماعيل الحداد. مراوغة أولى ومراوغة ثانية ومرور راية لإسماعيل الحداد عرضية مرة جانبية. تاني تهديف مغربي فيصل فجر بعد عمل فردي رائع. شوف 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 المهارة وشوف الانطلاقة وشوف السرعة وشوف المراوغة الأولى ثم الثانية وبعد ذلك العرضية وحيد كان فيصل فجر يسددها على طريقته الخاصة. نعم يتحصل على ركنية الأولى لفائدة المنتخب المغربي. شوف الإعادة المهارات الموجودة عن إسماعيل الحداد لاعب الوداد الرياضي قلت لاعب البطولة
حاضرون اليوم بينما هنا كرة مرفوعة ثنائي الرجاء الرياضي بدر بنون وجواد أياميق بينما لدينا فرصة مغربية ولكن وضعية تسلل في اللقطة الماضية. أيضا لا ننسى ثنائي الوداد إسماعيل الحداد ومحمد الناهيري آخر الملتحقين بفريق الوداد الرياضي بعد سنوات بالفعل كلها تميز وتألق مع الفريق الفتح الرباطي. طبعا هذا دليل واضح بأن حتى لاعبي البطولة الوطنية يدخلون ضمن مفكرة وتفكير المدرب إيرفي رونار في الفترة القادمة. طبعا منطقي جدا أن يتم إراحة كل الأسماء التي أبلت البلاء الحسن في مباراة الغابون بداية بحارس المرمى منير محمدي والمدافعين بقيادة بن عطية مرورا بوسط الميدان مع كريم الأحمدي وبوصوفة ووصولا للهجوم مع خالد أبو طيب. انفجرت طاقته وأكيد حس التهديفي كان حاضرا بشكل كبير في مباراة الغابون والنتيجة كانت سعيدة بثلاثية تاريخية لبوطيب وللنخبة المغربية لأنه مرت سنوات لم يفوز فيها المنتخب المغربي على الفهود الغابونية قبل أن يتحقق المراد. يتواصل العمل الآن، يجب نسيان هذا الانتصار هذه النتيجة. الآن يتواصل العمل والتحضيرات جارية على قدم وساق من أجل التحضير بشكل جيد ومن أجل أن تكون الجاهزية 100% في مباراة ساحل العاج، وهذا ما يشتغل عليه إيرفي رونار وباقي الطاقم الفني وبتنسيق وبعمل وجهد كبير الآن يبذل من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حتى تكون الأمور بشكل رائع في مباراة الحسم وحتى تتوفر كل الظروف. بينما انطلاقة سريعة وعرضية بعد ذلك من يتابع الكرة، الدفاع في التدخل بالفعل وكيم كي الذي يحمل رقم 4 في التغطية أمام التقدم لفيصل فجر. بينما هنا انطلاقة وفرصة لدينا مغربية داخل منطقة الجزاء، تصدي حارس المرمى كيم جين بالفعل يتصدى لكرة هي الثانية. الأفضل الآن المنتخب المغربي. أذكر لمن ينضم إلينا في هذه اللحظات بأن إيرفي رونار يدخل بالتشكيل الثاني وإن كانت هناك بعض الأسماء طبعا لا غنى عنها خاصة فيصل فجر اليوم يتم إقحامه بعد أن غاب. نعم على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الفني فإيرفي رونار فضل إبقاء على فيصل فجر في دكة الأبودلة. بينما انطلاقة هنا سريعة والمساحات موجودة، يطلب الكرة إسماعيل الحداد ممكن التقدم لحارس، فرصة هي جول، هي جول أول مغربي أسامة تنان بلمسة رائعة يهزم الحارس كيم جيليون ومن مرر الكرة وأمين حارث من أول تمريرة. نعم من أول لمسة حارث هنا يتقدم، حارث يمرر، أسامة طنان هنا يتفوق على المدافعين وحارس المرمى كيم جيليون. هذه العادة مجددا، انطلاقة أكثر من رائعة لحارث، دور كبير قام به النجم القادم بقوة أمين حارث لاعب نادي شالكة الألماني هو الذي مرر الكرة ومتابعة أكثر من رائعة لأسامة طنان بالفعل. إذا تتغير النتيجة، أسامة طنان المنتقل الحديث للدوري الإسباني وتحديدا مع فريق لاس بالماس يتمكن في حدود الدقيقة 7 من تسجيل بالفعل هدف التقدم لفائدة المنتخب المغربي. على فكرة أسامة طنان هذا أول هدف له رفقة النخبة المغربية، أول هدف لأسامة طنان رفقة النخبة المغربية وإن كان بطابع ودي ولكن مهم جدا على المستوى المعنوي لأن هناك عديد اللاعبين الذين لم يكونوا موفقين في التسجيل عديد المباريات ولكن الآن خالد بوطيب فعل في مباراة الغابون وأسامة طنان يفعل كذلك في مباراة كوريا، لكن العمل كل العمل قام به اللاعب أمين حارث. يتحدثون عنه كثيرا أمين حارث سواء في المغرب أو حتى في فرنسا وكذلك في ألمانيا في أول تجربة في أول موسم مع فريق شالكة الألماني. الحكم يتدخل في هذه الأثناء ليعلن عن خطأ وركلة حرة جانبية لفائدة المنتخب المغربي. فعلا صناعة أكثر من رائعة من جانب اللاعب أمين حارث الذي يتحصل على ركلة حرة أمامنا على الصورة بالفعل أمين حارث. التدخل كان أمام أمين وهنا كرة مرفوعة خطيرة، أوه هدف ثاني يضيع،
هدف ثاني يضيع رأسية من جانب بدر أبانون الذي أخذ بعض الدقائق في مباراة الجابون. كلنا نتذكر بأن إيرفي رونار أدخله مكان المهدي بن عطية. البعض يتساءل عن صحة بن عطية، فبن عطية بخير وبن عطية سيكون حاضر. بن عطية يعود لليوفي للفريق الذي يتألق في إيطاليا ويسيطر على إيطاليا في الأونة الأخيرة، وهو شرف كبير نعم بالنسبة لنا كمغاربة أن يكون مدافعا من قيمة بن عطية متواجد مع نادي مرجعي في الكرة الإيطالية والأوروبية بل العالمية، هو نادي يوفنتوس، كما هو الحال أيضا بالنسبة لبقية اللاعبين الذين قدموا الغالي والنفيس وقدموا تضحيات كبيرة خلال الفترة الماضية. تعود الكرة مرة أخرى لفائدة المنتخب المغربي. هنا ياسين بونو يرسل أمامي حارس مرمى نادي جيرونا الإسباني، طبعا الفريق الذي صعد لدوري الكبار هذا الموسم. بينما انطلاقة إسماعيل الحداد يسلم هذه الكرة من الجهة اليسرى، إسماعيل عرضية بجربو الناهيري وفرصة جول. يعود أسامة طنان ويسجل ثاني أهدافه في المرمى الكوري نعم، أمام ارتباك حاصل في الدفاع الكوري واستغلال على نحو جيد. عمل كبير من جانب إسماعيل الحداد في الجهة اليسرى لإعادة. شوف طلب الكرة بشكل رائع، يراود بشكل ممتاز، ثم بعد ذلك هذه العرضية خطأ في الإبعاد. أسامة طنان لم يرحمهم، أسامة طنان يستغل هذه الأفوة ليضع في المرمى نعم. أمورك صعبة اليوم يا كيم يا جون يا يون، أمورك صعبة أمام الأسود، أمورك صعبة أمام الطنان وأمام حارت وأمام الحداد كذلك الذي يقدم 10 دقائق من المستوى العالي في الجهة اليسرى. سترجع كرة مرة أخرى، مباراة للاستعراض، مباراة أيضا بالمقابل للتحضير للمنتخب المغربي. النايري تطول على النايري والحكم بالمناسبة ألان بيري يعلن عن رمية جانبية لفائدة المنتخب الكوري الجنوبي. تلاحظون من خلال تقاسيم الوجه والتفاعلات إيرفي رونار بأنه يأخذ المباراة بجدية كاملة، هو يريد أن يقف عند جائزية حتى اللاعبين الاحتياطيين، والكل الآن يرصد تحركات اللاعب أمين حارث الذي لعب أيضا بعد الدقائق في مباراة الجابون. لا بأس اليوم أن يلعب دقائق عديدة حتى نقف عند إمكانيات أمين حارث وقدراته الفنية والتكتيكية المهارية كذلك. لا ننسى بأنه كان صانع الهدف الأول فؤاد شفيق في استلام هذه الكرة، يلعب في وسط الميدان، تحرك مغربي وبحث جار عن هدف ثالث، لكن الكرة تضيع في هذه اللحظات. لا ننسى بأن المنتخب المغربي يلعب أمام منتخب متأهل سلفا لنهائيات كأس العالم. هكذا جرت العادة بالنسبة لكوريا واليابان، ثقافة الوصول إلى النهائيات أصبحت راسخة لدى اللاعبين ولدى المدربين ولدى الجمهور الكوري والياباني. بينما انطلاقة وفرصة لميمون ماحي، ميمون يمررها يا ميمون، تبحث عن زارك يا ميمون في هذه الكرة، لكن ضاعت التغطية الدفاعية في نهاية المطاف. استخلاص كرة بشكل جميل، لاحظوا عمل رائع لإسماعيل، إسماعيل يمرر، النهيري يتقدم، النهيري لمن؟ النهيري شنو يعمل؟ النهيري حط كرة إمكانية للتسديدة بعيدة تماما، بعيدة 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 تماما، عمل حتى الآن رائع يقدم المنتخب المغربي. ثاني تسديدة للاعب فيصل فجر الذي يحمل شارة القائد اليوم في ظل غياب كل من المهدي بن عطية وكذلك أيضا عدم حضور اللاعب مبارك بوصوفة في التشكيل الأساسي. بينما نشاهد الإعادة، حتى الآن يبقى اللاعب الأكثر تميز في المنتخب المغربي هو إسماعيل الحداد في الجهة اليسرى. مشاهد الكرام، لا تفوتني الفرصة لتحية الجماهير المغربية التي جاءت لتشجيع الأسود، وهي بكل تأكيد سعيدة، جاءت لتحفيز هؤلاء اللاعبين من أجل الرفع من معنوياتهم قبل شهر تحديدا، نعم شهر تحديدا من المباراة المهمة أمام ساحل العاج. ما أحوج المنتخب المغربي للدعم في هذه الفترة بالذات، كلنا مع المغرب في هذه الفترة حتى يتحقق الحلم والوصول لكأس العالم بعد غياب دام لـ20 سنة لأن آخر مرة
شفنا فيها المنتخب المغربي حاضر في النهائيات، كان في 98 مع جيلي بصير وحجي وكاماتشو وطار الخلج، ولكن أيضا لدينا اليوم جيل يهم ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين يتقدمهم بكل تأكيد بن عطية وزياش وبوصوفة وكريم الأحمدي ونور الدين رابط، والأسماء ذات الخبرة الكبيرة بينما انطلاقة ومتابعة لهذه الكرة من الجهة اليمنى. فؤاد شفيق يصعد، يعني تشعر بين المنتخب المغربي في حصة تدريبية، صحيح هي مباراة ودية لكن تشعر بأن النخبة المغربية الآن هي تستمتع بالمباراة وتمتع كذلك الجماهير. لا صوت يعلو على صوت زائر الأسد، زأر في كازا ويزأر في هذه اللحظات بسويسرا وتحديدا بملعب تيسوت أرينا. ترجع كرة مرة أخرى لفائدة جواد اليميق، ثنائي الرجاء حاضر في محور الدفاع والأجنحة ودادية، صحيح الجهة اليسرى يشغلها ثنائي الوداد الناهيري وكذلك إسماعيل الحداد، كرة لأمين حارث، يا سلام على هذه التمريرة يا أمين، تمشي الكرة في الجهة اليمنى عرضية يبحثون عن ميمون ماحي، لكن يمشي إسماعيل الحداد يعمل الضغط اللازم نفس طريقة المباراة السابقة، عملية الضغط الكبيرة في مناطق الخصم. هذه كرة وفرصة، هدف ثالث يضيع، هدف ثالث يضيع. الله على هذا الأداء، الله على التكتيك الذي تلعب به إيرفي رونار، عملية الضغط على الخصم أو بصحيح العبارة نعم عملية خنق المنافس، خنق الخصم في مناطقه، وهذا هو أسلوب المدرب إيرفي رونار. لو تتذكرون أول مباراة رسمية لإيرفي رونار مع المنتخب المغربي مع من كانت؟ كانت مع الرأس الأخضر، يعني سبحان الله منذ ذلك الوقت والمنتخب المغربي يلعب بنفس الطريقة، أهم شيء الضغط في مناطق الخصم، إجبار الخصم على ارتكاب الأخطاء في مناطقه. بالفعل الأهداف، لو تشوف الهدف الثاني هو جاء بخطأ من الدفاع، لتزيد كرة الثالثة يا ميمون، المتابعة لم تكن جيدة، معلش يا ميمون يا ماحي، هنا كانت أمامنا فرصة لإضافة هدف ثالث بعد التسديدة من خارج منطقة الجزاء، ثم جاءت بعد ذلك كرة اللاعب أميمون ماحي السالة بين أحضان الحارس كيم جين يون. البعض قد يتساءل هل هذا هو مستوى المنتخب الكوري الجنوبي؟ صحيح كوريا الجنوبية بالنسبة للمنتخب المغربي يبقى منتخب غير معروف، بينما انطلاقة سريعة وفرصة، هنا أمين حارث يراوغ الأول يراوغ الثاني في انتظار فؤاد شفيق، هناك على الجهة اليمنى فؤاد، صحيح مرة زمن طويل ما شفناش في مباراة بين المغرب وكوريا، يمكن آخر مرة كانت في الألعاب الأولمبية سيدني، نعم من تقريبا 16 سنة 17 سنة في الألعاب الأولمبية، وقتها المنتخب المغربي الأولمبي كان شارك في نهائيات الألعاب الأولمبية تحت قيادة الراحل والمرحوم سعيد الخيدر رحمة الله عليه، كان واحد من الأطر المميزة جدا التي اشتغلت في البطولة الوطنية وأيضا في المنتخبات الوطنية وتحديدا المنتخب الأولمبي. منذ ذلك الحين طبعا قليلة هي المباريات التي جمعت بين المنتخب المغربي والمنتخبات الآسيوية، بينما هنا تسديدة رائعة يا النايري، هذا هو تخصصك يا النايري على طريقة كريستيانو رونالدو، شوف طريقة الوقوف وطريقة التسديد، هذه من نقاط قوة الدائرة الأيسر محمد النايري اللاعب الودادي واللاعب السابق لفريق الفتح الرباطي، سدد بقوة صحيح. هنا محمد النايري لم يكن محظوظ، صدقوني لو كانت هذه التسديدة مؤطرة لكان الهدف الثالث هدف عالمي، لأنه محمد النايري سبقا فعلها لما كان يلعب بفريق الفتح الرباطي، سجل أهداف غاية في الروعة قبل الانتقال طبعا لنادي الوداد الرياضي، الفريق الذي لا زال يواصل المشوار في مسابقة دوري أبطال إفريقيا طبعا في انتظار مباراة العودة أمام نادي اتحاد الجزائر العاصمة طبعا بحضور هذا الاسم إسماعيل الحداد. مدرب كوريا الجنوبية تشين تاي يونغ هو الآخر يرى قدرات النخبة المغربية، ولكن لا تعلم يا شين يا تاي يونغ بأن إيرفي رونار هو يلعب بالفريق الثاني وليس
للفريق الاول. لكن عموما حتى لو لعب بالمنتخب الثاني فهؤلاء اللاعبين يملكون امكانيات رائعه جدا. امين حارث، اسامه طنان كان فعالا في مناسبتين، اعتقد هذا اسبوع فك النحس الذي طارد المهاجمين في التسجيل. مهم جدا لاسامه طنان ان يسجل حتى لو في مباراه وديه، يسجل هدفين، هذا بكل تاكيد سيشكل حافز لاسامه طنان في القادم من الاستحقاقات الرسميه. طبعا بالعوده للمنتخب الكوري، فكوريا اليوم حاضره بكامل عناصرها، بكامل العناصر التي تمكنت من احراز التاهل لنهائيات كاس العالم، بينما هنا وضعيه التسلل في اللقطه الماضيه وبالتالي ركله حره غير مباشره لفائده المنتخب الكوري الجنوبي. إذن سنتابع الركلة الحرة غير مباشرة بعد مرور 20 دقيقة على بداية المباراة، المباراة التي تجرى بملعب تيسوت أرينا بسويسرا. وطبعا سويسرا هي قبلة لمنتخبات لأندية على الخصوص، خاصة على مستوى التحضيرات، وأعتقد بأن هذه التجربة ستكون مفيدة جدا بالنسبة للمنتخب المغربي، وأيضا مناسبة ومفيدة للاعبين الذين لم تمنح لهم الرسمية في المباراة السابقة أمام الغابون، لأن الكل مشتاق أن يرى أمين حارث، الكل مشتاق أن يرى هذا الاسم الذي يتحدث عنه الكل في ألمانيا وكذلك في فرنسا، صاحب 20 سنة فقط. 20 سنة فقط أمين حارث الذي انطلق من فريق مرجعي على مستوى الكرة الفرنسية، يتعلق الأمر بنادي نونت. نونت وما أدراك ما نونت، على مستوى تكوين اللاعبين وتفريخ اللاعبين وتصدير اللاعبين لمختلف البطولات الأوروبية، بينما لدينا كرة هنا لكن متابعة بعد ذلك إلى حارس المرمى ياسين بونو. أمين حارث هو نتاج خالص لمركز تكوين نادي نونت، بالفعل نتاج خالص. طبعا هو تكون وأمضى عقد احترافي لأول مرة في حياته مع نادي نونت كذلك في 2012 قبل أن يتألق مع نونت. وشخصيا أنا تابعت نادي نونت مع ميشيل دير زاكاريون المدرب السابق لنادي نونت، كان يثق في هذا اللاعب، بينما انطلاقة سريعة من الجهة اليسرى، إسماعيل الحداد مرة الكرة مع النهيري الحداد، رايا الحداد كمن ترى يا الحداد، تمشي كالغزال يا الحداد في الجهة اليسرى، تناور بطريقتك يا الحداد، وفعلا حداد سام الذي ينطلق هنا من الجهة اليسرى. هذا هو النهيري، مساندة قوية من زميله نهيري بالفعل يمرر الكرة، لاحظوا بأن الجهة اليسرى نشيطة جدا، وهنا الحداد بالفعل يكسب ركنية بعد تدخل حارس المرمى، تنفذ الركنية سريعا مباشرة للجهة اليسرى. هذه عرضية، اسماعيل يرجع كرة، لعب اسماعيل من نهاية المطاف، تمشي للخلف ناحية الدفاع بقيادة جواد اليميق وبدر بلول، فؤاد شفيق، انطلاقة من هناك على جهة اليمنى لمن هذه عرضية، تدخل المدافع كيمي ليسونغ يونغو، محاولة إخراج هذه الكرة. طبعا أمين حارث لاعب مغربي لا نقاش في ذلك، أخذ بعض الدقائق لو تتذكرون خدمة كان لاعب نور الدين مرابط في مباراة الغابون. هكذا كانت البدايات لأمين حارث مع النخبة المغربية، ويا لها من بداية يا أمين وأنت تدخل بعض الدقائق في ملعب جميل وأمام جمهور أكثر من رائع وفي حالة ممتازة للمنتخب المغربي. شيء جميل جدا أن تدخل أول مباراة ومنتخب فايز بثلاث أهداف مقابل لا شيء. أمين حارث على فكرة اللاعب الذي أمضى صيف هذه السنة عقدا لأربعة مواسم مع نادي شالك، قيمة الصفقة، قيمة الانتقال من نونت لشالك بلغت 10 ملايين يورو،
يعني بالنسبة للاعب شاب 20 سنة يعني رقم معقول، ولكن أتصور بأن أمين حارث مع مرور الوقت فأسهمه سترتفع في بورصة اللاعبين هناك في ألمانيا، وأن تختار نادي شالك وأن تحمل قميص نادي شالك هذا أعتقد سيفيد كثيرا أمين حارث وسيفيد كثيرا المنتخب المغربي، لأن شالك فريق ليس بعادي في ألمانيا. شالك مرجع كبير وتاريخ كبير على مستوى الكرة الألمانية، وكل التوفيق إن شاء الله لأمين حارث لأنه موهبة رائعة جدا وجب استغلالها على نحو جيد في المنتخب الوطني. وطبعا هذا يدخل ضمن استراتيجية عمل المدرب. نعم نفكر في اللاعبين المخضرمين، ولكن أيضا نفكر في المستقبل، لأن المنتخب ينتظر مستقبل مع لاعبين شباب بالفعل كأشرف حكيمي، أمين حارث، حمزة منديل، وكل اللاعبين الشباب اللي هم في سن العشرين ومنهم لم يتجاوز سن العشرين كما هو الحال بالنسبة لأشرف حكيمي. نعم أشرف حكيمي الذي قدم مباراة رائعة جدا وهو لم يتجاوز بعد 19 سنة، وهو اللاعب الذي خاض تجربة ومباراة أولى مع نادي الريال مدريد. الحكم يتدخلون للإعلان عن خطأ وركلة حرة لفائدة المنتخب المغربي. إذن سنتابع الركلة. واضح الآن التصور بالنسبة للمدرب إيرفي رونار، هو يلعب بالأربعة 4-2-3-1، هذا هو التصور، ويمكن 4-3-3 في تصوري. نعم 4-3-3 لإيرفي رونار. اليوم يلعب بشافيكا ظهير أيمن، محمد النهيري على الجهة اليسرى، المحور بدر بانون واليامق. شوف عملية الضغط، هذه قوة المنتخب المغربي لما يعمل البريسينج، وهذه النقطة التي يركز عليها إيرفي رونار لما تضغط على الخصم ولما تجبره على الارتكاب الأخطاء في مكانه، هذا يسهل عليك المهمة. شوف الآن العمل متواصل بهذه الطريقة، عملية خنق الخصم في مناطقه، وهذا الأمر يتطلب لياقة بدنية عالية جدا. حذري من مثل هذه الكرة، حذري حذري، خطيرة 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 خطيرة. ممتاز يا بونو، ممتاز يا بونو. أول اختبار مهم جدا أن يختبر بونو في مباراة اليوم. هذا أول اختبار كان ناجح في ياسين بونو حارس مرمى نادي جيرونا. بعد ذلك تتحول الكرة إلى الركنية الأولى. لاحظوا بعد 26 دقيقة هنا أول هجمة كورية. شوف هنا المكان الذي تركه فؤاد شفيق، وحتى اللاعب بدر بنون وصول متأخر هنا لفؤاد شفيق والتسديدة بعد ذلك، لكن التصدي كان رائع للحارس ياسين بونو. سنتابع إذن هذه الركنية لفائدة المنتخب الكوري الجنوبي. صعود مجموعة من اللاعبين ومراقبة رجل لرجل داخل المنطقة. متابعة في القائمة الأول، اسماعيل الحداد يحاول يمشي للكرة. نعم ذكرت بأن الشفيق اليوم ظهير أيمن، نهيري كظهير أيسر، المحور مع اليميق وبدر بنون، وسط الميدان فيصل فجر، يوسف أيت بن ناصر، نعم وأمين حارث، بينما الخط الأمامي طنان على الجهة اليمنى، اسماعيل الحداد على الجهة اليسرى، وميمون ماحي كرأس حربة. أتصور بأنه 4-2-3-1 هي الأقرب اليوم بالنسبة لإيرفي رونار، على اعتبار أن فيصل فجر وبن ناصر ثنائي ارتكاز، أمامهما حارث كصانع ألعاب، وعلى الأطراف طنان في الجهة اليمنى، اسماعيل الحداد على الجهة اليسرى، وميمون ماحي كرأس حربة. بينما الرباعي الدفاعي تحدث عنه شفيق بانون ياميق وكذلك النايري. إصابة هنا لمحمد النايري، سلامات النايري، لم يلعب ولا مباراة مع فريق الوداد الرياضي، واحد من انتدابات فريق الوداد قادم من نادي الفتح الرباطي. الميزة في محمد النايري هو أنه يمكن يلعب لك في أكثر من مركز. نعم يمكن يلعب لك في أكثر من مركز النايري، لأنه في الفتح الرباطي لعب كمحور دفاع، لعب في الجهة اليمنى ولعب كذلك في الجهة اليسرى. والنايري الآن ثلاث تغييرات دفعة واحدة، من بينهم كون تشانغ هون، اللاعب الذي ينشط في نادي ديجون مع لاعب فؤاد شفيق. نعم كون تشانغ هون يلعب في نادي ديجون. إلى جانب الطائرة الأيمن محمد شفيق سيخرج لاعب نانتايهي، هو من يخرج في هذه اللحظات، ومن سيدخل مكانه هو لاعب كون تشانغ هون، لاعب نادي ديجون الفرنسي.
إذن تغيير آخر كذلك مشاهدي الكرام، جون وونو يونغ سيدخل مكان من؟ مكان لاعب كيمبو. هذا هو كيمبو يدخل في هذه اللحظات كوجاي شول. كوجاي شول أمامنا على الصورة رقم 13 لاعب نادي أوسبورغ الألماني، بالفعل يسجل حضوره في هذه اللحظات. إذن تغييران في انتظار التغيير الثالث. هذا الأمر عادي جاري بالعمل في المباريات الودية، طبعا القيام بأكثر من ثلاث تغييرات، هذا على حسب الاتفاق بين المدربين، ست تغييرات وأكثر من ذلك على حسب الاتفاق بين إيرفي رونار وتشينغ تاي يونغ. إذن ياسين بونو في تنفيذ ركلة المرمى بعد مرور 29 دقيقة على انطلاق هذه المواجهة. على فكرة لم يسبق لإيرفي رونار منذ تولي تدريب المنتخب المغربي، لم يسبق أن فاز على منتخب خارج إفريقيا، يعني هو تعود يلعب أمام المنتخبات الإفريقية سواء الرسمية أو الودية. مينا بينما لدينا كرة وتمريرة رائعة وفرصة الثالث، هو الثالث ممكن، ممكن الكرة دائما مغربية وفرصة هنا للمرور، يحتاج مساندة، يحتاج مساندة هنا أسامة طنان، تأتي المساندة بعرضية مباشرة يا فيصل يا فجر، تتحول إلى الرمية الجانبية. ذكرت بأن إيرفي رونار لم يسبق له أن فاز على منتخب خارج إفريقيا منذ تولي تدريب المنتخب المغربي، وآخر المباريات التي خسرها طبعا كانت امام المنتخب الهولندي. ثلاث مواجهات مع منتخبات خارج افريقيا، هزيمتين وتعادل واحد. مشاهدينا الكرام تتذكرون هذا التعادل كان مع المنتخب الالباني، هزيمتان كانت امام فنلندا يعني قبيل بدايه كاس امم افريقيا، وهزيمه ثانيه كانت باكادير امام المنتخب الهولندي في امسيتنا رمضانيه. بينما لدينا كره لفائده المنتخب الكوري على جنوبي، حاول فيها كيم ملعوبة للجهة اليمنى ومحاولة للمرور، لكن هنا كتلة دفاعية ومراقبة دفاعية بالفعل حاضرة من جانب المنتخب المغربي. ملعوبة الكرة ناحية أمين حارث، أمين وصافرة، نعم صافرة وخطأ موجود. هذا هو أمين حارث لاعب نادي شالك ونتاج خالص لمركز تكوين نادي نونت. بالفعل اشتغل مع العديد من المدربين، لعل ابرزهم المدافع السابق لنادي نونت ميشيل دير زكاريو. كره اماميه، هذا هو لاعب محمد النايري، سيكون هناك تغيير، نعم تغيير في هذه اللحظات من جانب المدرب إيرفي رونار. سلامات يا النايري فعل، ويدخل اشرف حكيمي على ما يبدو، اشرف حكيمي من يسجل حضور المشاهد. اشرف حكيمي دخل بالفعل في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. اذا تغيير اضطراري من جانب المدرب إيرفي رونار. نعم أشرف حكيمي مهم جدا أن يلعب هذه المباراة أشرف حكيمي حتى يتمرس أكثر. رائع يا بونو، رائع جدا يا بونو ما قدمته في هذه اللقطة، تصدي رائع يا بونو، والثاني لك منذ انطلاقية المواجهة. شوف الإعادة، شوف الكرة الماضية، نعم تحضير على مستوى القائم الأول وردة فعل ممتازة، نعم من ياسين بونو. أنا أقولها صراحة في الوقت الحالي لا خوف على حراسة مرمى المنتخب المغربي، لا خوف على حراسة مرمى المنتخب المغربي في ظل وجود حراس من قيمة منير المحمدي وياسين بونو كذلك. وطبعا لا ننسى بأن هناك حراس قادمون بقوة حتى في البطولة الوطنية، منهم الحراس الشباب وما قدمه بكل تأكيد أيمن مجيد في مباراة الفتح الرباطي وتيبي مازيمبي، يشفع له بأن نقول عنه أنه حارس المستقبل وحارس بإمكان، نعم أن نراه نجما من النجوم في يوم من الأيام وحارسا في يوم من الأيام مع المنتخب الوطني. ولكن بصراحة أقولها مع وجود منير المحمدي وياسين بونو، لا خوف تماما على مرمى النخبة المغربية بانطلاقة ومراوغة جميلة ومهارة موجودة وتمريرة بعد ذلك. رائع رائع رائع، كل شيء رائع، تناغم رائع بين أمين حارث وكذلك إسماعيل الحديد. رائع ما قدمه حارث، تحركاته، انطلاقاته، مراوغاته، تمريراته،
فعلا تؤكد بانه لاعب موهوب ولاعب فعلا سيكون له شان كبير مع المنتخب المغربي في منظومه وسط ايرفي. رونار كل التوفيق لأمين حارث، لأنه بعد مرور 33 دقيقة يعطينا انطباعا إيجابيا بأنه فعلا هو المستقبل، كل المستقبل للنخبة المغربية مع بقية اللاعبين الشباب. شوف حارث، شوف حارث كيف مرر، شوف حارث كيف مرر الكرة الماضية رائعة جدا. بعد ذلك إسماعيل الحداد الأكثر حيوية، شعلة نشاط من إسماعيل الحداد في الجهة اليسرى، والمتابعة بعد ذلك لحارس المرمى ياسين بونو يرسل أمامية لمن هنا التدخل من طرف المدافع سون جون هون. بإمكان المنتخب المغربي إضافة المزيد. انطلاقة من أسامة طنان يروض الكرة، يهدي اللعب أسامة طنان، يرجع لوسط الميدان مباشرة، تتحول سريعا لدفاع المنتخب الوطني. جواد يميق، جواد يميق، يعني في كل مرة تتأكد هذه الثقة الموضوعة في جواد يميق من طرف المدرب إيرفي رونار، لأن إيرفي يعرف من يشتغل في البطولة، من يجتهد في البطولة، من هو اللاعب المنضبط. وجواد يميق فعلا من اللاعبين الخلوقين جدا، يعني أنا أعرف الشخص، أعرف جواد اليميق عن قرب، ابن مدينة خريبكا، تكون في مدينة خريبكا مع الأولمبيك قبل الانتقال لفريق الرجاء. لاعب مجتهد، لاعب يتطور، لاعب فعلا يمتثل التعليمات، لاعب اللي عنده كل المواصفات التي تسمح له بأن يكون لاعبا دوليا ولاعبا للمنتخب الوطني، وهو الآن واحد من أعمدة فريق الرجاء الرياضي في الوقت الحالي. بينما كرة ملعوبة في وسط الميدان والحكم يتدخل للإعلان عن خطأ وركلة حرة لفائدة المنتخب المغربي. منتخب كوريا حتى الآن لم يظهر بالصورة التي شاهدناها في التصفيات المونديالية، على اعتبار أن كوريا كما كان متوقع تتأهل لنهائيات كأس العالم، وهذا الأمر أصبح مألوفا لدى المتتبع الكرة الآسيوية. كوريا واليابان تعودتا على الحضور في نهائيات كأس العالم، لكن اليوم صراحة منتخب سوريا منتخب الذي قدم مباراة العمر، مباراة كبيرة أمام أستراليا، لا في الذهاب ولا في مباراة الإياب، ولكن في الدقائق الأخيرة انتهى كل شيء بهدف حاسم مكن الأستراليين من لعب المباراة الفاصلة مع ممثلي الكونكاكاف. ولكن تحية كبيرة لكل لاعبي المنتخب السوري رغم الظروف ورغم وضعية المنتخب، ولكن فعلا أبطال، أبطال اللاعبون السوريون كانوا يحلمون بالنهائيات، ولكن رغم أنهم خرجوا نقول عنهم بأنهم فعلا أبطال، ويمكن أن نقول بأن سوريا بهذا الأداء هي وصلت، نعم وصلت لكأس العالم، رغم أنه رسميا أستراليا هي التي ستلعب المباراة الفاصلة مع ممثلي الكونكاكاف. لأن صعيدا تأهل رسميا لمصر، مبروك للمنتخب المصري حضوره، وسنقول مبروك إن شاء الله كذلك للمنتخب التونسي الذي بات على بعد نقطة وحيدة من الوصول للنهائيات، ومبروك كذلك للمنتخب السعودي ممثل القارة الآسيوية. بينما هنا انطلاقة من جانب أشرف حكيمي من الجهة اليسرى، المساحة موجودة، أشرف حكيمي عرضية، فرصة، فرصة أخرى، فرصة أخرى تضيع المنتخب المغربي. لاحظوا بأن هناك سيل من الفرص يتم تضييعها من جانب لاعبي المنتخب المغربي، خاصة لاعب إسماعيل الحداد، تصل الكرة في الجهة اليمنى لكن تطول بعد ذلك إلى رمية جانبية لفائدة المنتخب المغربي. يعني رب ضارة نافعة، خرج النهيري دخل أشرف حكيمي لأنه يحتاج لمزيد من الوقت. لماذا قلت يحتاج لمزيد من الوقت؟ لأن هذا المركز غير متعود عليه، الجهة اليسرى، ولكن لمن شاهد أشرف حكيمي في مباراة الجابون لن يقول بأن أشرف حكيمي تخصصه الجهة اليمنى، لأن أشرف كان احترافيا في تصريحه عندما قال بأنه أنا مستعد أن ألعب في أي مكان، المهم أن أبلل القميص، المهم أن فعلا أن أقدم ما يسعد الجمهور المغربي. وأعتقد ما يسعد الجمهور المغربي هو الحضور في نهائيات كأس العالم. كرة في وسط الميدان لفائدة النخبة المغربية، هنا تمريرة خاطئة من جانب لاعب بدر بانو،
الكاميرون. أول تمريرة خاطئة تأتي من الدفاع بالفعل، لكن موجود أسامة يطلب أمين حارة بالفعل يتوصل بها أمين. لاحظوا رائع 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 يا أمين، تمتعنا في مباراة اليوم، متعنا متع زيد بدع يا أمين، زيد بدع يا أمين يا حارث هذا. واسماعيل الحداد، الحداد عندك أمين حارث، هذه عرضية يا ميمون يا ميمون يا ميمون يا ميمون، هذه وضعها في الشباك يا ميمون. تحضير على مستوى القائم الثاني، شعلة نشاط كما ذكرت للاعب اسماعيل الحداد في الجهة اليسرى، وقبله شفنا المهارة وشفنا القدرة على التحكم في الكرة من جانب أمين حارث. أمين حارث والحداد هما اللاعبان الأكثر تميز منذ انطلاقي المباراة مشاهدينا الكرام، مباراة التي وصلت لدقيقتها 39، لازال التقدم للمنتخب المغربي بهدفين مقابل شيء. التوقيع كان لعب أسامة طنان، وضعية تسلل واضحة، وضعية تسلل واضحة، أول حالة تسلل تسجل على المنتخب الكوري الجنوبي. كرة في وسط الميدان، يتم استرجاع مرة أخرى. ميمون ماحي تمشي للجهة اليمنى، انطلاقة من أسامة، أسامة طنان يطلب منه أمين حارث. رائع طلب الكرة والتحرك والقراءة والتمريرات، فعلا كل ميزات شفناه مع اللاعب أمين حارث. هو يتحرك على الجهة اليسرى، أعتقد بأن إيرفي رونار الآن تيقن بما لا يدع مجال للشك بأن أمين حارث مكانته موجودة في المنتخب الوطني، مكانته موجودة في المنتخب الوطني كصانع ألعاب. صراحة لست أدري هل سيزوج بأمين حارث في مباراة الكوت ديفوار، هذا الكلام سابق لأوانه، لا حديث في هذه الفترة إلا عن موقعة الكوت ديفوار. المغاربة يعني في النوم، حتى في النوم يحلمون بموقعة الكوت ديفوار، ويتخيلون السيناريوهات الكوت ديفوار، ويتخيلون تفاصيل 90 دقيقة. فعلا هذا الشهر طويل، هذا الشهر سيمر طويل على كل المغاربة، شهر من الضغط، شهر من الترقب، ولكن هذا الشهر هو شهر الاشتغال. البعض لا يترقب، والبعض لا ينتظر، والبعض لا يقف مكتوف الأيدي، لأن الآن رونار يشتغل واللاعبون يشتغلون، وحتى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقف على كل كبيرة وصغيرة من أجل أن يكون المنتخب المغربي حاضرا في الموعد. يعني آخر الأخبار، وهذه بادرة جيدة جدا من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تنسيق مع الخطوط، نعم هناك الخطوط الجوية، الخطوط الملكية المغربية، فسيحاولون قدر الإمكان تخفيض تكلفة التنقل ذهابا وإيابا إلى ساحل العاج، هذا لتسهيل تنقل الجماهير المغربية، وما أحوجنا لتنقل الجماهير المغربية إلى بالفعل الى الكوت ديفوار، الى ابيجان، من اجل طبعا مسانده المنتخب المغربي. وهذا حقيقه يحسب للجامعه، وتحسب لها العديد من النقاط الايجابيه، هذا كله من اجل توفير الراحه لا للجماهير ولا للاعبين، وحتى تكون الامور على نحو جيد، وان شاء الله سيكون التاهل هناك من ابيجان. بينما انطلاقه وكره ملعوبه في الجهه اليسرى، فرصه فرصه، أوه رائع رائع يا ياسين يا بونو، قلت لكم لا خوف على حراسة مرمى المنتخب المغربي، إن غاب منير المحمدي فهناك ياسين بونو. أنا لازلت أتذكر ياسين بونو، لازلت أتذكر ياسين بونو، أول مباراة رسمية لعبها مع فريق الوداد الرياضي كانت في إفريقيا، كانت أمام الترجي. لازلت كأني أرى ياسين بونو الآن أمام عيني، أرى فيلم لقاء الترجي والوداد الرياضي، لقاء العودة برادس، وكانت كان الحضور وقتها طبعا ياسين بونو أخذ مكانة الحارس نادر المياغري في تلك المباراة. فياسين بونو قدم أوراق اعتماده كحارس المستقبل قبل الانتقال لأتلتيكو مدريد، ومن بعدها لجيرونا، لعب كثيرا في دوري الدرجة الثانية. طبعا هناك من يقول بأنه يعني يمكن استدعاء لاعبين أفضل من استدعاء لاعبين يلعبون في دوري الدرجة الثانية في أوروبا، لا لا، يعني اللعب في الدرجة الثانية هذا ليس معيار أساسي، يمكن في يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وممكن في الدرجة الثانية
تلقى مجموعة من الأسماء اللي ممكن تفيد المنتخب المغربي. وعلى مستوى حراسة المرمى فلا نقاش، منير المحمدي وياسين بونو كلمتهما حاضرة ومكانتهما حاضرة في المنتخب الوطني. أمين حارث مرة أخرى، بينية جميلة وفرصة، يعني الكل يلاحظ الآن عمل أمين حارث في وسط الميدان، يعني التمريرة تؤكد الحرفية الرائعة والحرفية الكبيرة رغم أن اللاعب صغير السن، ولكن شوف الإمكانيات الموجودة عند اللاعب أمين حارث، تحركات حارث، مهارات حارث، مراوغات حارث، وكذلك تحركات يمينا يسارا من أجانب هذا اللاعب، صراحة ممتاز ممتاز هذا اللاعب. كرة في وسط الميدان لفائدة المنتخب الكوري الجنوبي، لكن تعطيه هناك من فؤاد شفيق يترك إلى ركلة مرمى، بينما نعيش الدقيقة الأخيرة على نهاية الشوط الأول. دقيقة متبقية على نهاية الجولة الأولى، بينما ياسين بونو في تنفيذ ركلة المرمى، ملعوبة لأشرف حكيم يتركها للتماس، منقولة في وسط الميدان، أمين يرجع لحكيمي مباشرة للخلف لبدر بنون، بدر بنون ياسين بونو يمشي بها للأمام، وسيمة طنان مع فؤاد، فؤاد يكسب رمية جانبية، فؤاد شفيق تم استدعائه في آخر لحظة لتعويض احد اللاعبين المصابين. ارجع كرة مرة اخرى لفائدة المنتخب المغربي، هنا الانطلاقة، فرصة فرصة، والدفاع يتدخل بعد ذلك، تمشي مرة أخرى لفائدة المنتخب الكوري الجنوبي. إذن الحكم يصعد للطاقة الصافرة منيا الشوط الأول، هناك دقيقة كوقت محتسب بدل الضايع. كرة تلعب على الجهة اليسرى لفائدة اللاعب كيم كي، دائرة الأيسر للمنتخب الكوري الجنوبي، منقولة في وسط الميدان، هذا هو اللاعب البديل جونغ وون، جونغ وون يمر إلى الجهة اليمنى، يانغ يونسو تقطع الكرة، فؤاد شفيق، فؤاد يوسف إيت بن ناصر يرجع بها للحارس ياسين بونو، تحكم في الكرة بشكل ممتاز من عناصر المنتخب الوطني. إذن شوط أول جيد، شوط أول مقنع، شوط أول شفنا فيه اللاعبين الذين يحضروا لأول مرة مع المنتخب المغربي، وشوط أول شهد تألق على الخصوص للثنائي أمين حارث لاعب شالك وإسماعيل الحداد لاعب نادي الوداد الرياضي. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم إن شاء الله مع انطلاقة الشوط الثاني.